الماتش اخويا اش غنقول لك؟ نشجع اول حاجه المغاربه كاملين الحرار اللي ماشيين لقطر من طنجه للقويره، وكنشجع الناس اللي واقفين والناس الحموشي والاسره العلويه، وديما ان شاء الله يرسل سيدنا وسي الحموشي، وكنقول لكم ديما ماغوك ان شاء الله، ونطلبوا ونتمنوا ان شاء الله واحد الرباح اللي مع المغاربه ان شاء الله كاملين الحرار. وكنتمنى نشد معايا هذا السيد، لا بغيتي با راه كيمشي لولدو كيمشي اسبانيا، بغيت تشدو معايا دور واحد شويه الله يخليك، لا بغيتي واحد دقيقه. تحيه للسراغنا الميريا كاديس، الناس اللي تراباخو، الناس اللي كتموت على الدرابو ديال البلاد وكتمشي لقطر من طنجه حتى للقويره، وكنزيدهم واحد واحد من هذا المنبر هذا. نتمنى ان شاء الله ولاد قلعه السراغنه كاملين يعاونوا المنتخب، واحسن جمهور عندنا هذا العام هذا من الصغار حتى الكبار. وكنسى الناس الالمان، السويد، بروكسل، حيت قلعه السراغنه ما خلاو حتى بلاصه، كاديس، مورسيا، فيلباو، وديما ان شاء الله ماروك. وكنتمناو هذا الماتش هذا نربحوا اسبانيا بواحد الدوس ولا تريس. ونقول لك واحد الكلمه واسمح لي، ديما ماروك، حنا ما كنتمنا اسبانيا، واسبانيا هي ماروك نسبه لتراباخو، واسبانيا مع مرة غتخلعنا في اي حاجه، ما غنتخلعوش في اسبانيا. وعاش محمد السادس، وعاش الحموشي، وعاش السيبوريتا اللي كان من هذا المنبر هذا، ديما ماروك، ديما ماروك، اسبانيا ما غتخلعناش، ومن طنجة حتى للقويرة والصحراء المغربية، وديما ماروك واسبانيا تاع البيلوطا لي تراباخو لا خينتي لاسبانيا، عندنا كلشي بحال سيتي لي ميم. سمعتي اخويا؟ المهم انا الصوت ديالي ما بقاش، وكنموت على البلاد، وكنشجع السي الحموشي اللي واقف في قطر، وديما مغرب بحال اسبانيا بحال السنغال. كيسكو تو في روغاغد بون جورني، ديما السنغال ديما ماروك. حنا ما عندناش ديك منتخب قوي، ولا حنا عندنا منتخب ديالنا قوي اخويا. حنا دوزنا فراقي نقدر نقول لك ضربوا اسبانيا، بحال مثلا بلجيكا، بحال مثلا كرواتيا، بحال مثلا بزاف د الحوايج نقدر نقول لك يضربوا اسبانيا. وان احنا ان شاء الله لي بيلوتا لي تراباخو لا خينتي لا بوينا، لي تراباخو لا بوينا تريس ولا دوس ولا اونو، المهم هو الرباح، المهم هو نتقاتلوا على الدرابو ديال البلاد ديالنا. وديما مغرب، وغنبقاو حنا مغاربه حارين، يحملنا بنادم ولا ما يحملناش الله يهديه، وحنا ديما غنبقاو ماغوكان، وغنبقاو دايرين اليد في اليد. وزيدونا هاد الكره هادي ديال المغاربه كاملين، كاين اللي كيكون معادي مع صاحبه سنين، وفي هاد الماتش وفي هاد الشيء ديال ماغوكان كيشحنوا مع بعضياتهم وكيتعانقوا على حساب واحد الروح قتاليه ديال المغرب. وكنشجع من هنا اللعابه المغاربه، النصيري، بونو، السايس، اكراد، حكيمي، بزاف د اللعابه كنشجعهم من هنا انا اول حاجه. وثاني حاجه كنشجع النصيري، وكنشجع اللعابه المغاربه كاملين ليكيب ديالنا، وكنشجع اغلبيه. المهم هو والد الركراكي واحد الثقه فيه تامه، وتبارك الله على والد الركراكي، وديما وداد، وانا ودادي، وحنا كنا نموتوا عليك في الوداد، وغنموتوا عليك في المغرب، وغنموتوا عليك في اي بلاصه، حيت انت درتي واحد اش غنقول لك، واحد لي ترافاي لي فوتبول سي بون سي توي ماروكان. وما غننساكش وليد الركراكي، مو سي بون سي بون مو فوتبول توي ماروكان، تبارك الله عليك. ومن هنا طنجه للقويره وتحيه المغرب، وحنا اسبانيا عندنا هي المغرب، حنا بلادنا زينه والحمد لله كلشي كاين في بلادنا، وديما ماروك وتهلاو ليا فراسكم من طنجه حتى للقويره، واحسن جمهور ماروكان بحال دريات بحال دراري. النتيجه شنو نقول لك؟ حنا عندنا اللعابه كلشي غيماركي ان شاء الله، اي واحد حطيتي ليه شي فرصه غيماركي، حيت حنا عندنا كويريه، حيت عندنا حنا دابا كويريه دابا. واش غنقول لك؟ حنا دابا اول حاجه كنثق في حكيم زياد، ثاني حاجه انا كنثق في اللعابه كاملين، وكنثق في ولاد الركراكي كيلعب واحد اللعب ما قدرش نقول لك، ما قدرش شي واحد يعرفه الا هو. ودابا عنده واحد لي ترافاي على حساب الفوتبول، على حساب الماتش ديال اسبانيا، واحد تراباخو كما كيقولوا هما البيلوطا لا خينتي. المهم حنا ما كيهمناش تراباخو ولا والد الركراكي، لي ترافاي لي فوتبول، هو كيدوي فرونسي مزيان تبارك الله عليه، هو عاش مع ناس شي جونتي، وعاش في فوتبول، وعاش مع ريال مدريد، وعاش مع اسبانيا، وكيعرف ذوك الناس مزيان. ونتمنى والد الركراكي يدوزنا للبرتغال ان شاء الله، ونحيدوا هاد العيب هاد العقده هادي من سنين ان شاء الله. واش نقول لك خويا؟ انا بحيت وتهلا ليا فراسك، وديما ماروك، ديما محمد السادس والاسره العلويه،
وديما قطر اللي شجعونا تما وقطر اللي هازين بالبلاد ديالنا. كنشجع الناس قطريين ومرحبا بكم في بلادنا وانتم ولاد بلادنا وحنا كاع عرب وزيدوا نبقاو غير ماروكان. وكنشكر الجزائريين خوتنا، كنشكر التوانسه، كنشكر من طنجه حتى للقويره اللي واقفين مع ماروكان. الجمهور اخويا في قطر اش غنقول لك، راه هو معذب واحد التعذيبه ما نقدرش نعاود لك. عرفتي علاش؟ حيت داك الشيء كيكون فيه واحد شويه صعوبه على حساب لي زامي، على حساب مون بيغ، على حساب ماماو. ابخي هو كيمشي تما كيخلي لي زامي ديالو تما، وراك عارف الهجره ماشي شي حاجه، الهجره كيكون فيها شي حاجه فهمتيني. الهجره راك عارف انسان كيكون بحال مغرب على والديه وكذا، وحنا كنشجعوا البلاد ما عندناش مشكل نتغربوا على والدينا، حيت حنا كنبقاو حنا رجال وكنبقاو مغاربه وكنموتوا على الدرابو ديال البلاد. واخا يلعبوا في الصحراء نمشيو نتفرجوا. وان شاء الله اليوم فراسكم، السلام عليكم. وديما مغرب من طنجه حتى القويره ان شاء الله، وراك تما خويا. المهم خاطر ولاد قلعه السلاغنه، كاديس، مورسيا، كورسي، خاطر الدراري كاملين. وان شاء الله اليوم فراسك اخويا، السلام عليكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.